فور، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هناخد يونت 1 ليسون 4 بعنوان The Importance of Sunlight to Living Organisms. كنا قبل كده اتكلمنا وقلنا ان احنا عندنا plant cell، والplant cell دي بتتكون من 6 items واللي هما cell wall، بلازما ممبرين، cytoplasm، nucleus، green blastids، وsubvacuole. طيب وقلنا قبل كده ان الفانكشن بتاعت الgreen plants كانت responsible for make food by photosynthesis process، وقلنا ان هو كان مسؤول على انه بيعمل الفود بتاع البلانت by photosynthesis process. النهاردة كل كلامنا بقى عن الفوتوسينثيس بروسس، واول حاجة هي الديفينيشن بتاع الفوتوسينثيس بروسس، واللي هو is a biological process takes a place in green parts اللي هي leaves of plant. طيب نفهم biological process ان هي عملية زيها بالضبط زي respiration، زي excretion، زي digestion، زي motion. كل دول بقول عليهم biological operation او biological process، هي زيها زيهم بالضبط. يبقى هي biological process takes a place يعني بتحصل in green parts in plants. الgreen parts في الأجزاء الgreen في plants. ايه هي الأجزاء الgreen في plants؟ برافو، اللي هي leaves. يبقى هي photosynthesis process بتحصل في leaves. يبقى تاني definition of photosynthesis process is a biological process take place in green parts أو leaves of plants. ده شكلها بالظبط. How does photosynthesis process occur؟ ازاي الفوتوسينثيس بروسس دي بتقدر تحصل؟ اولا number one، leaves of the plant absorb sunlight. leaves بتاخد sunlight by green blastids. يبقى green blastids بتعمل absorb sunlight. يبقى اول حاجة الفوتوسينثيس بتاخدها sunlight. Number two, the leaves absorb carbon dioxide gas from air. وكمان بتاخد carbon dioxide gas. يبقى the leaves بتاخد حاجتين: sunlight by green blastids والcarbon dioxide from air. يعني بتاخد sunlight والcarbon dioxide. طيب حاجة كمان بتاخدها من soil. Roots in soil طبعا الجزء الموجود في soil هو roots. Roots absorb water and mineral salts. والroots اللي موجودة في soil في التربة دي بتاخد الwater والmineral salts. طب يا ميس ايه هي المينرال salts دي؟ اللي هي الأملاح، بتاخد الأملاح اللي موجودة في soil والwater كمان. يبقى تاني الphotosynthesis process how does it occur، ازاي بتحصل؟ number one leaves absorb sunlight and carbon dioxide. يبقى leaves بتعمل absorb الحاجتين sunlight وcarbon dioxide، بتاخد sunlight وبتاخد carbon dioxide. والroots absorb water and the mineral salts from soil. والroots اللي موجودة في soil بتاخد الwater والmineral salts. طيب معنى كده ان الphotosynthesis process required، الphotosynthesis process محتاجة ثلاث حاجات عشان تقدر تحصل: sunlight، carbon dioxide gas، water and the mineral salts. يبقى الفوتوسينثيس process required sunlight، carbon dioxide gas، water and the mineral salts. طب الفوتوسينثيس process produce ايه لما خلاص خد sunlight وخد carbon dioxide وخد water والmineral salts؟ وعمل الفوتوسينثيس process هيطلع ايه البرودكتس بتاعته؟ ايه النتيجة؟ ايه هيعمل الفود بتاعه؟ طب الفود بتاعه ده عبارة عن ايه؟ قال لي عبارة عن sugar or starch. يا sugar يا starch، الاتنين واحد. يعني plant food هو starch أو sugar and oxygen gas. وبيطلع لي إيه كمان؟ oxygen gas. يبقى الفوتوسينثيس process produce starch أو sugar and oxygen gas، بيطلع oxygen gas. إيه ده يا ميس؟ يعني معنى كده إن ال plant بياخد carbon dioxide gas ويطلع لنا oxygen. yes، يعني هو مفيد جدا. إحنا في respiration process بناخد الأكسجين جاز وبنطلع الكربون دايوكسيد، لكن الجرين بلانت وهو بيعمل الفوتوسينثيس بروسس بياخد الكربون دايوكسيد وبيطلع لنا أكسجين اللي احنا بنتنفسه. يبقى هو مفيد جدا لنا. يبقى الفوتوسينثيس بروسس بروديوسد بلانت فود اللي هو الستارش أو الشوجر and أكسجين جاز. طيب أنا عايز أتأكد إن البلانت فود ده عبارة عن ستارش أو شوجر.
اتاكد ازاي ان دي ستارش. قال لي بنجيب ماده كيميائيه اسمها ايودين سوليوشن، اسمها ايودين سوليوشن، تانية سنه رابعه ايودين سوليوشن. الايودين سوليوشن دي used to detect the presence of starch، بستخدمها علشان اتاكد ان دي ستارش فعلا. فبيتحول لون الستارش اللي كان وايت بيتحول ايه لبلو. مجرد ما احط عليها الايودين سوليوشن وتتحول لبلو يبقى انا كده اتاكدت ان دي ستارش. طيب يبقى تاني سنه رابعه الفوتوسينثيس بروسيس ريكوايرد. الفوتوسينثيس بروسيس محتاجه 3 حاجات: السن لايت، كربون دايوكسيد جاز، water and the mineral salts. الفوتوسينثيس بروسيس بروديوس ايه وبتطلع ايه؟ البرودكتس بتاعتها ايه؟ بلانت فود اللي هو الشوجر او الستارش اند اكسجين جاز. طيب عشان اتاكد من وجود الستارش دي ان دي ستارش فعلا بستخدم حاجه اسمها ايودين سوليوشن. الايودين سوليوشن يوزد تو ديتكت ذا بريزنس اوف ستارش وير ستارش كولر تشينج انتو بلو. عشان كده الستارش كولر بتتحول لبلو، يبقى انا كده اتاكدت ان دي ستارش. طيب بعد كده بيقول لي in photosynthesis process plant need carbon dioxide gas and produced oxygen gas. يبقى البلانت بيحتاج carbon dioxide gas وهو بيعمل photosynthesis process، لكن بيطلع ايه؟ بيطلع oxygen gas. لكن لو البلانت بيعمل respiration process هيبقى محتاج ايه؟ oxygen gas and produced carbon dioxide. ايه ده يا ميس؟ هو البلانت بيعمل respiration؟ طبعا طول ما البلانت موجود في sunlight شايف sunlight طول الوقت ده بيقدر يعمل photosynthesis process، بياخد carbon dioxide ويطلع oxygen. لكن بالليل بقى وما فيه sunlight بيتحول زي وزينا بالظبط، بيعمل respiration process، بياخد الoxygen ويطلع carbon dioxide gas. عشان كده سنة رابعة تسمع عن معلومة ان انت ما ينفعش تكون في مكان مغلق، نايم في مكان مغلق ومعاك بلانتس كتير في الأوضة، أو مثلا في ورد أو زرع في الأوضة. ده ليه؟ علشان هو بالليل بيعمل respiration process، بياخد الأكسجين ويطلع كربون دايوكسيد، فبيسحب كمية الأكسجين الموجودة في الروم اللي انت فيها وبيخلي اللي موجود بس الكربون دايوكسيد. فطبعا انت هتشعر بالاختناق. يبقى فهمنا؟ يبقى طول ما البلانت متعرض للسنلايت بيعمل فوتوسينثيس بروسس، بيبتدي ياخد الكربون دايوكسيد والسنلايت ويطلع لي اكسجين. لكن بالليل بيعمل ريسبيريشن بروسس، بياخد الاكسجين ويطلع لي كربون دايوكسيد جاز. طيب الفوتوسينثيس بروسس اوبوزيت تو ريسبيريشن بروسس. يبقى من الكلام اللي احنا قلناه ده ان الفوتوسينثيس بروسس دي اوبوزيت لمين؟ للريسبيريشن بروسس، ان هي عكس الريسبيريشن بروسس. عشان الفوتوسينثيس بروسس بتاخد الكربون دايوكسيد وتطلع لي اكسجين، اما الريسبيريشن بروسس بتاخد الاكسجين وتطلع كربون دايوكسيد. يبقى تاني يا سنه رابعه نقول الفوتوسينثيس بروسس تاني. قال لي ان هي is a biological process take place in green parts اللي هي leaves of the plant. طيب how does it occur؟ leaves absorb sunlight by green blasted. number 2 leaves absorb carbon dioxide gas from air. number 3 roots absorb water and mineral salts from soil. الفوتوسينثيس بروسس required sunlight, carbon dioxide gas, water and mineral salts. الفوتوسينثيس بروسس produced plant food اللي هو starch او sugar and oxygen gas. طب عشان اتاكد ان دي starch iodine solution used to detect the presence of starch where starch color it change into blue. In photosynthesis process, plants need carbon dioxide gas and produce the oxygen. In respiration process, oxygen gas required and produce the carbon dioxide gas. Photosynthesis process opposite to respiration process. وبكده احنا اتكلمنا النهاردة عن الفوتوسينثيس بروسس. نكمل المرة الجاية ان شاء الله بقية الدرس.